رب لا احد اساله. انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه جدا. اسفه ايه وزفت ايه؟ انا اسفه جدا. انا رايح اقدم في شغلانه ومستني المدير علشان خاطر اتكلم معاه. بوظت ايه ده؟ انا اسفه جدا والله. طب بص انا مفيش حد معايا جوه، تعالى انا عندي استشوار هظبط لك الدنيا كلها. استشوار ايه؟ وهخش انا وانت في بيت لوحدك؟ ماما مش موجوده، خمس دقايق بس وهطلعك على طول. اقول لك ايه؟ معلش انا اسفه. طب اتفضلي. اتفضل. انا قلقان بصراحه، يعني لحد يجي علينا ولا بتاع؟ وانت عايشه هنا انت ومين؟ انا وماما وبابا، بس هما مش موجودين دلوقتي. والاستشوار هيخلي ده ينشف؟ خمس دقايق بالظبط هتلاقيه نشف. ماشي اتفضلي. اتفضل اتفضل اتفضل. الحمام اهو. بص هتلاقي الاستشوار. ملك امي. خش خش بس بسرعه. ايه في الباب ده؟ امي. اي امي. ايه يا ماما؟ ايه يا ملك انت ما بتفتحيش بسرعه ليه؟ كنت بعمل حاجه بس. ده طلعت امها. طب اعمل ايه؟ ايه في ايه؟ رجعت ليه؟ يا بنتي العربية عطلت مني والميكانيكي شوفي ايدي، عايزة اروح اغسلها. ايه تغسلي ايه؟ عايزة تغسل ايديها؟ نهدرها هنا. اهم حاجة ما تشوفنيش. مالك مرتبكة كده ليه؟ في ايه؟ اغسلها في المطبخ. مطبخ ايه؟ الحمام حاطة فيه هدوم. عادي ما انا هغسل في الحمام، ايه المشكلة؟ ما. مالك في ايه؟ انت مش مظبوطة ليه؟ في حد معاكي ولا ايه؟ ما فيش حد معايا. لا اوعي يا ملك اوعي. انت يا ماما استني بس. في ايه يا بنتي؟ اغسلها في المطبخ يا ماما. طب اوعيلي 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 يا ماما استني. اوعي مش هغسل ايديا. يا البت دي مالها مرتبكه كده؟ مالها في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. ايه يا بنتي انت واقفه كده ليه؟ انت مقلقاني، مفيش حاجه في الحمام. في انت كنتش عايزه نغسل ايديا؟ مفيش حاجه يا ماما. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انا داخله الاوضه. داخله الاوضه هتعملي ايه؟ اعمل ايه؟ هو في ايه مالك النهارده؟ ما بسالك يا ماما عادي. في ايه؟ بهزر. داخله اظبط مكياج. مكياجك؟ اهم حاجه ان هي ما شافتنيش. هقول لك ايه بس، انت السبب في كل اللي انا فيه ده. ضيعت عليا شغلي وغرقتيني. هو ده الاستشوار؟ انشف انشف ايه؟ ما هتسمع صوتي. انا هفضل متداري هنا لحد ما تيجي. تعالى. اجي متاكده؟ تعالى. مش دلوقتي اطلع من نفس الباب ده؟ بسرعه. ايه ده؟ صوت باب الحمام بيتفتح. يا ترى البت دي بتعمل ايه؟ ما اطلع اشوفها. ايه ده؟ ده واحد معاها كده يا ملك؟ طب ماشي الحمد لله. ماما شفتكش. ما شفتش مين بقى؟ ايه ايه؟ انا شايفه شاب طالع من الحمام لابس بنطلون ابيض وتيشيرت ابيض، طالع حالا دلوقتي. شاب ابيض؟ شاب لابس ابيض؟ ايوه. لا ماما مفيش الكلام ده. سخنه؟ يعني ايه انا سخنه؟ ده باين بابا. خلاص بابا يجي يعرف بقى القصه والحكايه ويفهم بقى. يعرف ايه؟ مفيش حاجه اصلا يا ماما. ده واحد كان بيسال على عنوان كده. عنوان؟ انا راح افتح له. راح افتح. البت دي مش طبيعية ومش مظبوطة، لازم اعرف ايه اللي وراها. يا بابا. يا ملوكة غبت ليه كده لما فتحت؟ معلش كنت. ايه يا حماه؟ ازيك يا مدام؟ الحمد لله. ايه خير؟ تعالى بقى في الباب كده ما بلان على الباب يعني جري كده. طب اقفل الباب بس وخش عشان اخرصي. ماما. خير في حاجة ولا ايه؟ مفيش حاجة. اطمن عليكي حبيبي. يا البت الدلوعة دي ما عادش. انت عارف ان انا كنت رايحة فرح والعربية عطلت مني واتصلت بالميكانيكي جه يظبط لي العربية. تمام؟ وإيديا اتبهدلت معاه شوية. البت دي مرتبكة من ساعة ما دخلت. أنت متنرفزة ومعلقة صوتك ليه؟ اهدي شوية. افهم بس. دي دلوعة بابا دي. دي دلوعة بابا. طبعا. دلوعة بابا كان معاها واحد يا حبيبي. مفيش الكلام ده. ملأ. انت تصدع عني كده بابا؟ كلام ده صحيح؟ انت تصدع عني كده؟ طبعا لا. انا شايفه واحد خارج من الحمام وبقول له ان هو مشي. بص يا بابا سخنه. انا سخنه؟ انتوا هتعيوني هتجننوني. جرب عليك حاجه. بنتك قدامك وتصرف. بنت محترمه. تعالى يا حبيب بابا تعالى. تعالى يا بابا. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ انا كويسه. هو مستر محمد موجود؟ مستر محمد موجود. استنى بس هنا. انت مش انت كنت من شويه هنا عند بنتي؟ ايوه انت. هو ده اللبس. ده هو اللبس. اتفضل دلوقتي كده يا محمد.
ده هو نفس البيت اللي يا محمد. ايوه تعال حد عايزك. ايه هو؟ ليه اتفضل ليه؟ حضرتك فاهمة الموضوع غلط والله. وهدومك مبلولة كده وانت مش طبيعي انت كمان. تعال لي ابوها يفهم بقى الموضوع. اتفضل. اتفضل تعالى يا ابني اتفضل. ازاي حضرتك يا مستر محمد عامل ايه؟ ازيك يا عادل بابا عامل ايه؟ الحمد لله والله بيسلم عليك. اتفضل يا حبيبي. ايه يا مدام انت واقفه تبص لنا؟ ما تجيب حاجه للاستاذ عادل الشاب ده ابن احمد صاحبي. انا يا حاضر. شكرا حضرتك شكرا. حاجه غريبه وهي بتبص لك باستغراب ليه كده يا ابني؟ في حاجه ولا يمكن بتشبه عليا ولا حاجه يا حاج؟ ما انت يعتبر زي ابنها برضه يا ابني يا حبيبي. الله يخليك يا حاج. المهم دلوقتي عملت ايه في الشغل؟ ان شاء الله انت يا حبيبي الشاي اهو. شكرا لحضرتك جدا. بكره ان شاء الله اجن المكتب الساعه 10 الصبح. ربنا يخليك يا استاذ محمد يا رب. يا مطر ازيكي؟ ما تشوف بنتك بتنادي ليه عايزه ايه؟ هروح اشوف بنتي عايزه ايه. نورتنا يا حبيبي. ربنا يخليك دمار. اشرب يا حبيبي. ايه مالك عايزه ايه يا حبيبتي؟ تعالي يا ماما عايزك. كنت قلت لبابا حاجه يا ماما؟ لا ما قلتلوش اي حاجه لان طلع شاب محترم. بس ليه انت ما عرفتنيش؟ طب بصي يا ماما انا هفهمك اللي حصل. انا كنت واقفه في الجنينه برش الزرع عادي تمام؟ ففضل حبه ميه كده فبرشهم جم عليه وهو معدي. فقلت له تعالى خش هنتعمل بالاستشوار وكده وبس. ده اللي حصل. انا بقى خفت اقول لك. يا حبيبتي انا واثقه فيكي وكل حاجه بس المفروض كنت تعرفيني بدل النوش اللي انت عملتيه ده كله. ده خلاص ما حقك عليا وانا عرفتك اهو. بس عموما يا ملك عايزه اقول لك حاجه. انت غلطتي ان انت تدخلي شاب غريب وانا وبابا مش موجودين يا ملك. انا عارفه يا ماما بس والله ما كان قصدي. طب ده درس تتعلمي منه ان اي حاجه زي دي تاني ما تحصلش. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبتي انا هطلع اشوف بابا بقى. ماشي الحمد لله صدقتني. شكرا ربنا يخليكي يا حاج. ازاي بابا عامل ايه؟ سلم عليك ربنا يديك الصحه. جيب العمره الحمد لله عقبالك كده ما تعمل حج. سلم لها يا حبيبي الله يبارك فيك. الله يسلمك يا حاج.